لا أحد يعرف تماماً إلى أين يمكن أن تصل القوات السورية في معركتها في الغوطة الشرقية. المدفعية السورية تعمل على تصديع الخطوط الدفاعية للنصرة عبر أربع نقاط ترسم محاور التقدم نحو معاقلها وتجمعاتها. من حوش الظواهرة وحوش الصالحية وأوتايا شرقا ومن حرست غربا في القطاع الأوسط الغوطة الشرقية لإطباق فكي الكماشة على المسلحين بعد أن تم عزلهم نهائيا عن خطوط إمدادهم نحو القلمون والبادية. القرار 2401 الذي راهنت عليه المجموعات المسلحة أن يوقف العملية العسكرية ويقدم قاعدة آمنة لإمدادهم استثنى النصرة التي يقاتلها الجيش في الغوطة ومن يرتبط بها. المعركة تدور أيضا بين الداعمين الإقليميين من سعوديين وقطريين للإبقاء على ذراع قريبة من أسوار دمشق وتهديدها كلما سنحت الفرصة، وهو ما لم تعد تسمح به دمشق ولا حلفاؤها. الاقتتال بين الفصائل طيلة عامين صرعت المئات من المقاتلين وصدعت الجبهة الداخلية للغوطة. لا تحالف بين المجموعات المسلحة في مواجهة الجيش. جيش الإسلام من معقله في دوما يسعى لالتقاط هزيمة خصمه فيلق الرحمن المتحالف مع النصرة بمواجهة الجيش من دون أن يؤازره. الاقتتال أيضا أدى تدريجيا إلى انسلاخ البيئة الحاضنة. تظاهرت وتمردت على المجموعات المسلحة التي واجهتها بالرصاص. الجيش السوري مهد لهذه العملية منذ سنوات بفصل الغوطتين الشرقية والغربية مع استعادة المليحة وداريا ومن ثم استعادة الغوطة الغربية كاملة. ومنذ ربيع 2016 تمكن الجيش من التقدم إلى ثلث الغوطة الشرقية أي كامل القطاع الجنوبي. واليوم يستكمل إنهاء جبهة الغوطة وإجبار المسلحين إما على الرحيل أو الاستسلام للتسوية بعد استئصال النصرة وحلفائها بموجب القرار 2401. ديما نصيف، دمشق، الميادين.